بعد سنوات من محاولات الاختباء والتستر من الفضائح والفساد الذي يعيشه نظام المخزن، حان موعد انكشاف الحقائق واتضاح الرؤى حول مخاطر التعاطي والإدمان التي طالت جميع المجالات وأفسدت هيكلها وروحها، كما حدث في قطاع الرياضة الذي يرمز للنظافة والنقاوة والسلامة. لكن الأمر ليس كذلك في قطاع بارونه الأول فوزي الأخجع الذي يستخدم قبعة الوزير لإنعاش الفساد في دهاليز الهيئة القارية لكرة القدم الكاف، التي أدمن بعض من مسؤوليها على أموال في الأساس موجهة إلى إطعام الشعب الجائع، لكنها وللأسف اتخذت طريق الرشوة وشراء الذمم فقط لكسب رضا ملكه. قصة وحقيقة ما قيل بدأت منذ سنة حينما كشف بارون المخدرات المالي لدى إيقافه واعترافه أنه قدم مبلغ 3.5 مليون يورو لرئيس الوداد البيضاوي سعيد النصيري في إطار عمليات تهريب المخدرات من المغرب وإلى مالي، ومبالغ أخرى في مختلف المواعيد لتضاف إلى قيمة 20 مليون دولار التي قدمها قائد اللوبي المغربي فوزي الأخجع للكاف في وقت مضى، والتي عرفت ردات فعل عديدة قاريا ودوليا، ما جعل مسؤولي المخزن يبحثون عن طرق لتبريرها. candidat marocain, le président de la fédération marocaine فوزي الأخجع une influence. المترشح المغربي رئيس الاتحادية المغربية لكرة القدم فوزي الأخجع لديه تأثير مريب وغير طبيعي على مستوى الكاف، فبمجرد تنظيم المغرب دون غيره للعديد من المنافسات فهذا يعني أن هناك تأثير كبير. ما يقوم به هذا الشخص يدعو إلى كثير من الحيرة والاستغراب والتساؤل، إنه يفعل كل شيء من أجل الحصول على كل شيء. ولعل المسمار الذي دق في النعش كان ما كشفته الصحفية المغربية دنيا فيلالي حول المديونية المتصاعدة للعرش الملكي من طرف الأخجع، وقالت إن مبالغ ضخمة من المساعدات التي جاءت لإعادة تعمير المناطق المتضررة من زلزال منطقة الحروز تم تحويلها لمؤسسة الملك. كنت فاجأ عاوتاني هذا الأسبوع باللي فوزي الأخجع اللي هو فقط موظف عند الملك محمد السادس مشى عاوتاني خدا قرض بقيمة 100 مليون أورو من أجل كذلك إعمار مناطق الزلزال. أو هاد الأموال كاملة وما درتوش الإعمار ديك المنطقة، باقي الناس كينعسوا في الزنقة، باقيين كيفرشوا لي بلاستيك ولي كارتون باش ينعسوا، باقي ما كاين لا إعمار ما كاين لا أسر مستفيدة. لتتأكد فرضية العلاقة الوطيدة بين المخدرات المال الفاسد لدى الجامعة المغربية التي اتخذت طريق الفساد والرشوة، فلولاهما ما كان للأخجع وأقرانه بلوغ ما يرونه هدفا في الهيئة القارية برعاية الملك. لكن يبدو أن وقت أفول هذه الشخصيات القزمية قد حان مع تكاثر التحقيقات وخروج الملفات من الأدراج بعد فتحها.